طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة التاسعة والأخيرة من محاضرة من دورة تدريب المدربين. وقفنا المرة اللي فاتت عند مرحلة تنفيذ التدريب. طيب من وجهة نظر حضراتكم في مرحلة التنفيذ إيه المطلوب لنا أو إيه اللي لابد إن إحنا نراعيه كمدربين في مرحلة التنفيذ؟ احنا دلوقتي مدربين ايه المطلوب مننا علشان مرحلة تنفيذ التدريب؟ لا الاعداد الجيد والتخطيط ده كان قبل التنفيذ. انا النهاردة في يوم التنفيذ خلاص في مرحلة التنفيذ. في مرحلة التنفيذ لابد من العمل على تحقيق الاهداف. تحقيق الاهداف المرسومة للمتدربين. انا عايز الناس تخرج من الدورة عندها اكبر كم من المعلومات تستفيد اكبر كم من المعلومات. ده المفروض ده اقل حاجه بالنسبه لي. مساعده المشاركين في الحصول على خبرات جديده من خلال المشاركه الجماعيه. طيب قلنا في التنفيذ التدريب عندنا اعداد خطه جلسه تدريبيه. مكونات الخطه وضع خطه الجلسه. اعداد خطه جلسه تدريبيه. خطه الجلسه التدريبيه هي العريضه لما سيقال وبيتم عمله خلال فترة زمنية معينة أثناء التدريب، وهي بتمثل دليل للمدرب. دليل للمدرب. دليل للمدرب إزاي؟ بيعرف المدرب أو بيخليه إيه زي عملية تنظيم كيفية تنفيذ الجلسة التدريبية، هيمشيها إزاي؟ ده طبعا بيبقى موضح من خلال استخدام الوسائل التدريبية، الزمن المخصص لكل جزء، وده اتكلمنا عنه المحاضرة فاتت في الزمن المخصص أو الزمن المناسب. توقع للأسئلة. تمام؟ يعني مثلا بدي ساعتين مثلا إيه بيبقى شرح المادة العلمية مثلا ساعة ونص، نص ساعة مثلا إيه علشان في فترات متقطعة بناخد سؤال بعد كل جزء مثلا وهكذا. يبقى توقع الأسئلة اللي بيطرحها المتدربين. خطة الجلسة. تجنب المدرب برضو ضياع الوقت أو الانحراف عن الموضوع. يعني مثلا بنبقى بنتكلم في حاجة نلاقي نفسنا رحنا في موال تاني خالص كده عن التدريب بتاعنا ونلاقي الوقت ضاع واتسرق مننا. دي برضو بتساعد على تحقيق أهداف الجلسة بالصورة المطلوبة، إن أنا مخرجش عن الموضوع زيادة عن اللازم وضيع الوقتي ووقت الناس. طيب قلنا في إعداد الخطة إنها بتعتبر دليل للمدرب. قلنا في إعداد الخطة بتعتبر مدرب. طيب عايزين نعرف دليل تدرب. دليل المتدرب هي المادة اللي بتتوزع على المشاركين عند بداية البرنامج وبتعتبر مرجع للمتدرب أثناء البرنامج وبعد الرجوع للعمل بحيث أنه بيتم تطبيق ما تلقاه من معلومات ومهارات. طيب مكونات دليل المتدرب هي عبارة عن إيه؟ مثلا المقدمة، يعني بيبقى البرنامج اللي هناخده عبارة عن ايه؟ جدول سير دراسة الجلسة، المحاضرة الأولى والجلسة الثانية، الجلسة الأولى بناخد فيها كذا، الجلسة الثانية بناخد كذا، البريك. دليل البرنامج اللي هو بقى بيقوم من ايه؟ بيقوم من أهداف البرنامج. يعني مثلا أهداف تدريب المدربين ايه؟ ليها هدف عام وليها هدف خاص. طيب مدة البرنامج مثلا 10 محاضرات بواقع مثلا 150 ساعة تدريبية أو 120 ساعة تدريبية، وليكن أساليب التدريب عن أسلوب المشغل التدريبي أو كده وهكذا. مشروع البرنامج اللي هو اللي أنا طلبه من حضراتكم، اللي هو المفروض دلوقتي إيه العرض اللي حضراتكم هتقدموه علشان تكونوا مدربين مؤهلين. تمام؟ دي اسمها لها دليل للمتدرب، بيبقى مكون هذه الأشياء. طيب مكونات الخطة. طيب احنا كده اتكلمنا عن اعداد خطة جلسة تدريبية. طب مكونات الخطة. مكونات الخطة برقم الجلسة. يعني مثلا زي ما قلنا المحاضرة الاولى مثلا عبارة عن جلستين، الجلسة الاولى وبعد كده بريك وبعد كده الجلسة الثانية. ماشي. عنوان الموضوع اخدنا مثلا ايه؟ تنفيذ التدريب. اف النشاط. الزمن. الزمن اللي بيتطلب مني هذه الجزئية. اساليب التدريب. المعدات والأجهزة. البدائل. البدائل في حالة
الخلل بأي شيء من هذه الأشياء، لازم يكون عندي سيناريو مختلف للأساليب، معلومات عن الموضوع، تمام؟ يبقى لابد إن أنا يكون عندي بدائل. طيب، وضع خطة الجلسة. وضع خطة الجلسة التدريبية بيتطلب القيام ببعض الأشياء، لابد من جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع. أجمع كل المعلومات المتعلقة بالموضوع وأكتب كل ما أعرفه، تمام؟ إن أنا أحط أسئلة يمكن أن توجه للمدرب، يعني أنا ممكن أتسئل في إيه؟ أنا لو مكان المتدرب، إيه أكتر حاجة هتدور في ذهني؟ أو إيه أكتر حاجة أنا عايز أستفسر عنها أو أسأل عنها؟ بالظبط بالظبط، التحضير الجيد، بالظبط، جميل. أجمع مواد تدريب تدعم للمحتوى، لابد إن أنا أجمع مواد إيه؟ تدعم المحتوى بتاعي. أحدد المعينات السمعية والبصرية المناسبة لكل مادة، سواء مثلا هستعين بفيديوهات، سواء هستعين بصور، الكلام ده كله اسمها معينات للمادة العلمية بتاعتي. تحديد المحتوى التدريبي، لما باجي أحدد المحتوى التدريبي لابد من وضع بعض الأشياء برضو في الاعتبار. مين هو المتلقي؟ مين هو المتلقي اللي هو المتدرب اللي يسمع مني؟ ايه هي الأهداف؟ ما هي المدة الزمنية؟ من خلال الأسئلة دي بيتضح ان احنا بنحتاج في تحديد المحتوى التدريبي لترتيب المعلومات حسب الأولوية والأهمية على يعني في بعض الأشياء. مثلا ممكن احنا نحدد مثلا أولوية أولى، أولوية تانية، أولوية تالتة، وهكذا. مثلا الأولوية الأولى المعلومات الأساسية اللي لابد ان هو يكون ملم بيها في الموضوع علشان تتحقق أهداف الجلسة، تمام؟ اللي هي يعني ما ينفعش زي ما بيقولوا كده الدورة تكون من غير هذه المعلومات الأساسية اللي هي ألف به كذا على أي موضوع أنت تتكلم فيه. ما ينفعش مثلا نتكلم طب الناس ولا أتكلم مثلا إيه أو أقول له التحفيز كذا كذا كذا، لا، ده ألف به أساسي على الموضوع الإيه، المعلومات الأساسية على الموضوع نفسه. الأولوية الثانية معلومات يستحسن معرفتها، يستحسن معرفتها، يعني لما أنا زود بيها المتدرب ده من الاستحسان، يستحسن معرفتها، وهي المعلومات المفيدة اللي بتدعم وبتضيف قيمة للمعلومات الأساسية اللي احنا قلناها في الأولوية الأولى، وتشمل معلومات اللي بتساعد المتدربين على الفهم الجيد للموضوع، تمام؟ لما احنا قلنا ايه، قلنا في البداية خالص لابد ان المدرب ايه يقلب المعلومة بتاعته. مثلا احنا قلناها دلوقتي، قلنا المعلومة الأساسية مثلا ممكن تكون ما وصلتش لبعض الناس، احاول ايه ازود لها حاجة او اقولها بطريقة تانية، او ان انا اضيف معلومة تدعم المعلومة الاساسية، وهكذا. طب الاولوية الثالثة، الاولوية الثالثة معلومات لا بأس بيها، تمام؟ لا بأس بيها، لا بأس من معرفتها، لا بأس من تقديمها، هي معلومات عربية يمكن ان احنا نقدمها لو في فرصة او في وقت، وهي تشمل معلومات عامة تاريخية والتفاصيل الصغيرة اللي قد تكون جديرة بالمعرفة. دي ممكن نعتبرها ايه، حاجة زي الوقفات، يعني ممكن احنا بنسميها ان احنا نروح عن نفسنا شوية. ويا سلام بقى لو المعلومة دي مثلا متعلقة بكمان الموضوع بتاعنا او دي، طبعا كلها اشياء كويسة. طيب، تنظيم المحتوى التدريبي بشكل متسلسل، تنظيم المحتوى التدريبي بشكل متسلسل. بعد ما بنحدد المحتوى التدريبي للجلسة بيتم تنظيمه بشكل منطقي، والترتيب المنطقي لمحتوى الجلسة بيتبع عادة أنماط معينة. يعني مثلا احنا قلنا ايه، بد ان يكون منظم بشكل منطقي، زي ما قلنا ما ينفعش انا ابقى بتكلم عن الثقة بالنفس وبقول ايه طيب ايه الفرق مثلا بين الواثق والمغرور. طب ما انا عايز اعرف الثقة بالنفس الاول عشان اقدر اعرف مثلا الفرق بين ده وبين ده، تمام؟ يبقى لابد ان انا ايه ارتب اهدافي بشكل منطقي، يبقى من العام للخاص ومن المعلوم للمجهول، يعني من الشيء المعروف للناس للشيء المجهول، عشان لو انا بدأت بحاجة مجهولة دي ممكن يلتبس على المتدرب فما يقدرش يكمل معاك لانه مش فاهم. فحاول ان انت ايه بالظبط كده اسماء، ان انت تجيب من السهل للصعب
او من المعلوم للمجهول او من النظري للعملي. النظري للعملي زي ما احنا ما قلنا قبل كده، هل انت تنفع تشغل تلاجة او غسالة او الاجهزة دي كلها او حتى التليفون اجهزة الاندرويد دلوقتي، هل ان انت تقدر تروح ماسك وتقولي لا لا طب انا خلاص انا عندي خبرة في اجهزة الاندرويد وانا لسه هقعد ابص في الكتالوج، انا هقعد اقلب مع نفسي وانا هزبط الدنيا؟ لا ما ينفعش. انت عندك دلوقتي كتالوج بتقرا نظري الاول قبل تبدا تطبق عملي على الجهاز بتاعك. هو كده بالظبط. ما ينفعش ان انا اخد الناس اقول لهم عندكم ايه يلا نعمل ورك شوب يا جماعه واحنا عايزين لسه ما نعرفش حاجه، طب نعمل ورك شوب على اساس ايه؟ يبقى لابد من كلام نظري الاول بعد كده ايه التدريب العملي، من النظري العملي من السهل للمعقد في عمليه. ايوه بالظبط كده، لابد من ترتيب للاحداث. طيب يبقى يتم تقسيم المحتوى الاقسام بتشمل تمهيد، بنبدا كده نمهد، بعد كده في مقدمه، ندخل في لب الموضوع، تلخيص النقاط الرئيسيه، احنا اتكلمنا النهارده يا جماعه عن 1 2 3، نختم بخاتمه كويسه، وتحديد متى يتم استخدام المعدات والمعينات التدريبيه، وتحديد الاطار الزمني لكل خطوه او عمليه، ودايما بكده على موضوع الاطار الزمني علشان نبقى زي ما قلنا نحافظ على وقتنا ووقت المتدربين وعشان كمان ما يملوش. طيب يبقى كده خدنا وضع خطة الجلسة، جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع، تحديد محتوى، تنظيم المحتوى التدريبي، تحديد متى يتم استخدام المعدات التدريبية، تحديد الإطار الزمني لكل خطوة. طيب متابعة وتقييم التدريب. متابعة وتقييم التدريب، عندنا متابعة التدريب تعرف بأنها عملية مستمرة. متابعة يعني عملية مستمرة، زي ما بتيجي مثلا تقول ايه انا هعمل لابني مثلا متابعة عند الدكتور. يعني ايه متابعة؟ هوديه كل فترة كده اعمل له تشيك اب مثلا. ده بالظبط اللي احنا بنطبق، عملية متابعة مستمرة، بيقصد بيها التأكد من ان خطة التدريب بيتم تنفيذها بدقة دون انحراف لتحقيق الهدف النهائي، مع التدخل في التنفيذ عشان نعمل على إزالة أي معوقات ممكن تعترض سيرها في طريقها المرسوم لتحقيق الهدف النهائي اللي هو حضراتكم ممكن تكونوا مدربين. تمام؟ وقد يكون التدخل أمام علشان نعدل أو نطور في الإجراءات التنفيذية. يعني أحيانا التدخل بيكون للتعديل أو التطوير. طيب عملية التقييم، عملية التقييم يعني تخيلوا حضراتكم اللي قاعدين جالسين الجلسه دي، انا واقفه كده وانتوا جالسين كده، تخيلات. تقييم التدريب، تقييم التدريب هو معرفه مدى تحقيق البرنامج التدريبي لاهدافه المحدده، معرفه مدى تحقيق البرنامج التدريبي لاهدافه المحدده. ايه هي البرنامج بتاعنا؟ ها بالنسبه لحضراتكم مثلا ان حضراتكم تطلعوا مدربين في حصيله معلوماتيه الى حد ما كويسه، ابراز نواحي القدره لتدعيمها، نواحي الضعف للتغلب عليها. انا دلوقتي مثلا بعد ما عرضت النهارده كمتدربه، فبعد ما عرضت النهارده ايه حسيت ان انا عندي لازمه، حسيت ان انا جات لي رهبه كده وخايفه ومش قادره اتكلم. يعني الحاجات دي كلها ايه بشوف بقى. طيب امال انا كنت قويه في ايه؟ قويه ان انا مادتي العلميه قويه، عندي حجه، بقدر مثلا ان انا قلنا باسئله المتدربين، لما بيسالوني انا مثلا مش بخاف. يعني فببدا ان انا اكتشف ايه؟ نقاط القوه والضعف. طيب مرحله التقييم لابد ليها من وقفات، لابد ليها من وقفات. الوقفة الأولى لابد من وضع آليات وأدوات التدريب في قالب ومنهج تدريبي. لابد إيه؟ من وضع آليات وأدوات التدريب في قالب ومنهج تدريبي. وهنا لابد إن يكون لكل مدرب منهجه التدريب الخاص بيه يا جماعة، واللي بياخد بعين الاعتبار بعض القضايا. يعني بلاش يا جماعة نقلد حد. بلاش نقلد حد. طيب يعني إيه كل المدرب كل منهجه التدريبي؟ قدرات المدرب، المجالات اللي هو بيبرز فيها بشكل خاص. يعني مثلا يا جماعه
انا عن نفسي اول ما بدات درست في موضوع التدريب، اول حاجه اخدتها مدرب معتمد وممارس مساعد ممارس وممارس في التنويم بالإيحاء، تمام. بعد كده اخدت برضو مدرب ومساعد ممارس وممارس في البرمجه اللغويه العصبيه. طيب هتقولي طب انت ليه ما شرحتلناش الجزء الخاص بالبرمجه اللغويه العصبيه اللي اخدناه في الدوره دي؟ هقول لكم لان انا ما كملتش في الموضوع ده. اي نعم درست فيه خدت فيه لكن ما كملتش فيه، فمدرب محمود يقوى عني في هذا الموضوع لانه مارس شرح فيه اكتر مني وشرح فيه كتير وادى فيه محاضرات كتيره، فهو اقوى مني في هذا الموضوع. انا اكتفيت باللي انا درسته، ما طورتش نفسي في موضوع البرمجه والتنويم بالايحاء، خدت لي مجال تاني، تمام. فدي بالظبط دي اسمها قدرات. هو كمل في شيء معين فعشان كده استعنت بيه لان هو اقوى مني في هذا الموضوع، وانا علشان اقدم الدوره بصوره كويسه ما اقدرش اضلله واقول لكم معلومات بس انا المعلومات اللي عندي معلومات مقروءه، لا، هو معلومات عنده معلومات ممارسه، هو مارس اكتر مني فهو افضل واحسن مني في هذا الموضوع. طيب يبقى قدرات المدرب والمجالات اللي بيبرز فيها بشكل خاص، قدرات المشاركين اللي هم المتدربين حضراتكم، مستوياتهم، مهاراتهم، ميولهم، العمل لتوصيل المضمون وتحقيق الاهداف، تهيئه المشاركين قبل استخدام اي وسيله او اليه تدريبيه، طرح مغزاها احنا هنستفيد منها ايه، الهدف منها ايه، تمام. توفير الجو المناسب لاستخدام برضو اي وسيله تدريبيه، الابتعاد عن ازدحام اللقاء بالوسائل التدريبيه، تمام. في بعض المدربين سين جدا على المظهر، يعني انا لابس البدله الفلانيه ومش عارف ايه، طبعا ده ما يمنعش ان الواحد يهتم بمظهره، ولكن ما يبقاش اهتمامك الاساسي كله بالمظهر وان انت تبقى ستايلش قدام الناس كده ومش عندك المحتوى التدريبي بس، لا، ده اهم حاجه الجوهر، تمام. يبقى الناس تبقى مبسوطه من الماده العلميه بجانب ان مظهر هيكون مظهر لائق بان حضرتك المدرب بتاعه. مش معنى كده ان انا بقول للناس ما، لا بالعكس، ده الاهتمام بالمظهر شيء مهم جدا، يعني لو الانسان مش مهتم بمظهره، يعني انا عن نفسي مثلا ممكن ما ابقاش معترفه بيه، يعني اقول ايه ده، زي مثلا بيتكلمنا عن التنميه والتطوير وهو حتى مش مطور شكله خارجيا، يعني فطبعا ده ايه، الاهتمام بالمظهر طبعا شيء مهم كمان اللي هو الانطباع الاول. طيب الوقفه الثانيه، دول الاختيار المناسب بين طرق التدريب المتنوعه واللي بيتناسب مع ايه اللي بيلائم الطريقه التدريبيه، يعني الملائم ملائمه الطريقه التدريبيه للماده التدريبيه، ملائمتها للمتدربين، لوقت التدريب، للتقنيات المتوفره، ملائمتها لمكان التدريب والعدد المتدربين، ومدى توفر وسائل الايضاح، تمام. طيب الوقفه الثالثه، تسهيل التدريب وتبسيطه. بلاش يا جماعه نعقد الناس، بلاش نفضل نقول لهم مصطلحات وحاجات غليظه جدا على المقابل ان احنا نقدر نوصلها لهم بابسط الاشياء، ان احنا مثلا ممكن ندخل فيها تظريفه لطيفه، ان احنا يعني نبقى مثلا ممكن توصل عن طريق فكاهه او نكته، تمام. فلابد بالظبط كده. طيب يبقى عملية تسهيل التدريب وتبسيطه، ودي على فكرة مولدة، يعني ان انت تبسط المعلومة دي والناس تفهم اسلوبك وطريقتك وتفهم حاجة هي، يعني زي ما قلت لحضراتكم اما قلتولي مثلا ايه، هو احنا هنكتب العرض بتاعنا او هنحضر العرض بتاعنا في ايه، فقلتولكم ايه، قلتولكم اي موضوع تختاروه حتى لو موضوع طبي، اهم حاجة المعلومة الطبية دي لما انا اسمع احس فعلا ان انا فهمتها، تمام. يبقى هي دي اللي احنا بنتكلم عنها، ان عمليه التدريب، عمليه تبسيط التدريب ده يعني انا بعتبرها موهبه من الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نتعرف على اهداف
متابعه وتقييم التدريب، ايه الهدف من اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي؟ احنا اتكلمنا عن متابعه التدريب وتقييم التدريب، ايه الهدف من الخطوات دي كلها؟ يعني دماغنا بحاجات كبيره، انت قاعده بتقول لنا متابعه التدريب، بعد كده تقييم التدريب، طب خلاص احنا عارفين ان المتابعه دي عمليه مستمره وخلاص من عمليه التقييم، لسه هتقعدي تقول لنا على اهداف كمان؟ طيب لابد ان احنا نعرف الهدف، الهدف ايه؟ لما انا اتابع، لما انا اقيم، ايه الهدف اللي انا ايه الهدف من كده؟ الهدف التاكد من نجاح البرامج التدريبيه في تحقيق اهدافها، سواء من حيث التنفيذ، تمام، معرفه مدى البرنامج لاهدافه بالنسبه للمتدربين. طب الحمد لله، يعني ازاي بقى اعرف؟ دلوقتي ما شاء الله دلوقتي في تقديم المشروع، لا بجد اخذوا خلفية كبيرة جدا في عملية تقديم المشروع، ما شاء الله دلوقتي المتدربين يعتمد عليهم. التأكد باستمرار من ان المتدربين مازالوا متحمسين لتطبيق ما تدربوا عليه، تمام، ان اشوف الحماس ده لحد النهاردة ان انتوا فعلا متحمسين لعملية التدريب. التأكد من كفاءة المدربين من حيث تخصصهم وخبراتهم وقدرتهم على التدريب، اهتمامهم بتنمية معلوماتهم وقدراتهم الذاتية، ما يقفوش ستوب عند حاجة معينة. عشان كده يا جماعة برضو حضراتكم ان شاء الله، ان شاء الله بعد ما تخلصوا الدورة، وان شاء الله النهاردة اخر محاضرة فيها، عايز حضراتكم متوقفوش عند كده، يعني عند الحد ده تقولوا خلاص احنا خدنا تدريب مدربين خلاص هنوقف، لا، عايزة قراءة، اطلاع، عايزة لو يعني حضور مؤتمرات، ندوات، الحاجات دي كلها يا جماعة بتعمل خلفية، خلفية عقلية، ثقافية، ذهنية، أخلاقية، تربوية بشكل رهيب، ان انت بيكون عندك معلومات وبتسمع اراء وبتتعرف على ثقافات، يعني فبجد علشان فعلا تكون مدرب لابد ان انت تعمل كل اللي احنا بنقول عليه ده، متابعة التطور العلمي والعملي في المجال اللي بيعملوا فيه بالظبط، معرفة الخطأ وتصحيحه. وعارفين يا جماعة ان اي انسان في الدنيا مفيش حد كبير على العلم، مفيش حد كبير على العلم، الانسان بيتعلم من المهد الى اللحد، فما تجيش في يوم وتقول لا 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 انا اللي علمني اكبر منك، اللي علمني مش عارف ايه، لا، في اسمها لازم ان انا ايه، اقبل النقد، وان انا مفيش حاجة اسمها ان انا لا خلاص انا هتعلم ايه، لا 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 ده انا عندي اكسبيرينس كبيرة وخلاص، لا، في حاجة اسمها ان انا افضل اتعلم طول ما انا على وش الدنيا. طيب مراحل متابعة وتقييم المتدربين، بتتم متابعة وتقييم المتدربين على مراحل، هي تقييم المتدربين قبل تنفيذ البرنامج، يعني خبرتهم عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، متابعة وتقييم المتدربين اثناء البرنامج زي اسئلة خفيف كده اعرف هم فيهم الجزء اللي خدناه ولا لا، متابعة وتقييم المتدربين بعد التدريب، خلاص يعني ايه اللي هو بقى المشروع النهائي، تقييم المتدربين قبل تنفيذ البرنامج الغرض منه هو التأكد من ان البرنامج بيقدم للمتدربين المحتاجين اليه، بيقدم ليهم وانهم فعلا بتتوفر فيهم الشروط والعناصر المطلوبة في تصميم البرنامج. طيب متابعة تقييم المتدربين اثناء البرنامج او اثناء التدريب، ملاحظة المتدربين، سلوكهم، معرفة مدى الجهد المبذول منهم في تتبع المواد التدريبية، مدى اشتراكهم في المناقشات وإبداء الآراء، يعني في ناس كانت مشتركة معنا، ناس دي دلوقتي مش شايفاها فين، فاتن وأمنية والمجموعة دي كلها، معظم المتدربين المعلومات والخبرات اللي اكتسبوها اسم في مستواهم والتغيير اللي طرأ على للأفضل للأسوأ وهكذا. طيب متابعة المتدربين بعد التدريب ده من خلال ايه؟ معرفة مدى التطبيق العملي لمفهوم التدريب، معرفة المعارف والمهارات والاتجاهات اللي اكتسبوها من خلال التدريب، معرفة الاحتياجات المستقبلية. طيب ايه طرق التقييم دي؟ اعرف ازاي؟ طب احنا دلوقتي خلصنا التدريب، انا هعرف ازاي؟ الامتحانات، ان انا اعمل لهم امتحانات، نسبة الحضور كمقياس لنجاح البرنامج التدريبي،
التجربه المشاركه الفعليه خلال التدريب، كل دي اسمها طرق تقييم. تمام، المشروع زي المشروع اللي احنا طالبينه من حضراتكم دي احد طرق التقييم. تمام، يعني دي كلها اسمها طرق تقييم. طيب نيجي بقى في النقطه المهمه اللي تهمنا دلوقتي في الجزء ده، اللي هي بعض وصايا المدرب. بعض وصايا المدرب، تعالوا كده مع بعض في يوم التدريب. في يوم التدريب كل ما كان تحضيرك للمادة جيد، استطعت الانتباه لإشارات هامة وبتقدر تضبط أسلوبك مع الدروس. برضو تروح للقاعة، لقاعة بدري مبكرا عشان الناس بالنسبة للغة العربية، علشان تدي نفسك وقت للاستعداد. ما تبقاش رايح ها يعني خمس دقايق مش عارف ايه، انا اسف يا جماعه والله اتاخرت. لا لا، ما ينفعش، انت عارف دلوقتي الزحمه والكلام ده كله، فلازم انت تخرج بدري. افحص المنظر من عده مقاعد، القاعه اللي انت هتقدم فيها افحصها من عده مقاعد عشان تتاكد ان كل شخص يمكنه ان يرى شاشه العرض. تمام، يعني اقعد يمين اقعد شمال اقعد في النص، بحيث ان انت تكون ايه، تحط نفسك مكان المتدرب. لو انا قاعد هنا اشوف شاشه العرض، طب لو انا قاعد في المكان ده اشوف الشاشه، طب لو قاعد هنا اشوف الشاشه، وهكذا. اختلط مع المتدربين قبل البدايه، وده علشان تخلق تفاعل بينك بينهم. تمام، عشان تحس ان انت واحد منهم، تحس ان انت خلاص احنا بقينا اصدقاء وكسرت الحاجز الجليدي بينك وبينهم. تجنب بقى زي ما بقولنا اغراءات الافراط في تناول الطعام. لا تفرط الطعام والشراب. يا انا معدي كده الراجل بتاع الكباب اللي جنبنا ده عامل الريحه فظيعه بقى، وكباب وكفته والكلام ده كله. لا، اما اكل كده قد كيلو ولا 2 كيلو او مثلا، لا ده انت عامل حسابك ما تاكلش اصلا قبل ما تدخل بثلاث اربع ساعات، يعني عشان تبقى خفيف كده بتتحرك عشان ما تنامش كمان. يعني الحصول على قسط كافي من النوم، ان انت تنام كويس علشان عمليه الاسترخاء، وان انت تهدي نفسك، وان انت لما تيجي تدخل على الناس تحاول ان انت تعمل عمليه استرجاع لمعلومات. طيب ده في يوم التدريب. طيب في بدايه التدريب، ها في بدايه التدريب ابدا على نغمه عاليه. ابدأ على نغمة عالية. ابدأ على نغمة عالية ازاي؟ يعني تبدأ كده ايه، اللي بيتكلم الانسان الواثق من نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كده. تمام؟ احفظ الافتتاحية اللي انت هتبدأ بيها. هنتكلم مثلا في دورتنا عن واحد اتنين تلاتة وهكذا. فخلي الافتتاحية بتاعتك قوية. ابدأ بداية قوية. تمام؟ عايز تبدأ بنكتة، عايز تبدأ عايز تبدأ بقصيدة، صوتك حلو، عايز تبدأ بأغنية، عايز تبدأ بآية قرآنية، تبدأها بثقة. حتى لو هتحفظ البداية دي، إن أنت تكون داخل إيه؟ مالي مركزك كده يعني. خليك فكرهم هم مسؤولين عن تعلمهم. ممكن يا اسماء على فكره، ممكن ان انت تقولي لهم مثلا سؤال عصف ذهني، قولهم ايه بس اعرف منكم الاجابه مثلا بعد ما نخلص. ممكن تطرحي عليهم قصه وتشوقهم وتقول لهم ايه، انا مش هقول لكم بقى نهايه القصه الا بعد المحاضره، او لو في حد يعرف نهايه القصه يبقى يقولها لنا بعد نهايه المحاضره. في عمليه تشويق، قاعدين وبنسمع علشان احنا عايزين بعد كده نعرف القصه دي نهايتها ايه. يعني في طبعا حاجات كتيره، كل واحد بقى زي ما قلنا ايه، كل واحد له طريقته بقى ولاسلوبه لقدراته الكلام ده كله. طيب ان انت تبدا الدرس وتنهيه في الوقت المحدد، يعني هنا دلوقتي عمليه بقى اداره الوقت اللي احنا اخذنا فيها محاضره سليمه. قدم نفسك، انا فلان الفلاني معايا كذا او كذا او كذا. اجعل المتدربين يقدموا نفسهم. طيب انا دلوقتي عرفتكم بنفسي، طب حضراتكم بقى يا ريت كل واحد يعرفني بنفسه، الاسم، البلد، بتخرج من ايه او بيشتغل ايه، الكلام ده كله.
حط أهداف البرنامج وأعرضها في مكان بحيث يمكن رؤيتها بسهولة. طبعا مع الالتزام بالوقت مفيش أي مشكلة. دلوقتي إيه إحنا قلنا بقى التعارف ده، التعارف كده كده بيبقى في أول، قلنا إن الحاجات تكسر الحواجز، تخلي الناس عشان كمان يبدأوا يتكلموا. لأنك أنت لو دخلت دلوقتي إيه في عملية شرح والكلام ده كله، طب أنت دلوقتي إيه مكسبتش قلوب اللي قاعدين قدامك دول، تمام؟ قدر الفروق الفردية بين المتدربين والاختلاف بينهم. طيب ده بالنسبة للتدريب. طب أثناء التدريب، أثناء التدريب خليك منضبط إزاي؟ خليك منضبط من حيث المواعيد. هنقدر ما تقدر مثلا تعمل مثلا إيه، نبدأ نشرح مثلا ساعة، ندي مثلا بريك على حسب بقى. يعني في دورات مثلا في احيانا بيبقى 5 ساعات. انا عن نفسي حضرت دورات كان مثلا 5 ساعات، ممكن في دكتور كان بيبقى عباره، لو في مؤتمر كمان بيبقى في مثلا حوالي 3 دكاتره، كل دكتور مثلا ممكن بيبقى معانا ساعتين، فكنا بناخد مثلا بريك ممكن في نص ساعه بريك مثلا. فبتبقى كل حاجه على حسب المواعيد بتاعتها، لو حاجه صغيره بقى مثلا بريك 10 دقائق وهكذا. طيب ناقش مدة فترات الراحة مع المشاركين، يعني خد رأيهم، ايه رأيكم يا جماعة ناخد بريك مثلا نص ساعة، 5 دقايق، 10 دقايق، على حسب. اكتب اوقات العودة على السبورة، عندك الوايت بورد اكتب عليها مثلا عندنا ايه 10 دقايق بريك يا جماعة، بحيث انها تبقى قدام الجميع. احيانا في ناس بتبقى مش متابعة لحاجة زي كده. طيب لو ما استمرش الدرس حسب الخطه اللي احنا ماشيين عليها، ان انت تثير انتباه المتدربين باعتذارك، يعني ان انت ايه، انا اسف يا جماعه ان احنا مش عارف اتاخرنا النهارده، طالما المشكله مش واضحه قوي، يعني مثلا دلوقتي ربع ساعه المشكله مش واضحه قوي، بلاش انت تقعد ايه تعمل عمليه ايضاح ليها، انا اسف بعتذر، انا وتفضل تكررها كتير. ودي خدناها كمان في التعامل مع المواقف الحرجة. أيوة الواحد يتصرف بذكاء. اخلق جو نشط، يعني خلينا دلوقتي مثلا قاعد نشرح فترة طويلة، طب يا جماعة ممكن نجدد نشاط، ممكن كذا، ممكن كذا. خليك متحمس، شجع بين على المشاركة، لا طب أنا عايز أسمع كذا، تمام جميل، ايوه كده انا عايز اسمع يا جماعه كله يتكلم حتى لو غلط، ايه المشكله، احنا دلوقتي بنتعرف مع بعض وبنكتسب من بعض معلومات، انا دلوقتي بعرف ارائكم، بتعرفوا ارائي، كلنا بنتعلم من بعض، يعني تحاول يكون ردودك كده تمام، احنا جماعه بنتعلم من بعض. هي كسر الجليد يا ناهب، قلنا موضوع كسر ان انت مثلا دلوقتي احنا دلوقتي داخلين القاعه، فلقيت مجموعه من المتدربين موجودين، فقال اهلا يا شباب انتوا عاملين ايه؟ طب مش كده. المقدمه دي اول ما انا بطلع على الستيج دي المقدمه. تمام؟ المقدمه بقى خلاص احنا كده تعرفنا ايه يعني ايه عمليه كسر ما بيننا وما بين بعضنا. بعد كده في حاجه ثانيه، في ناس مثلا داخله على اللي هو الميعاد الدوره بالظبط. طيب لو انا اتعرفت على الناس خلاص مفيش مشكله، لو انا لسه ما اتعرفتش عليهم فالمفروض ان انا بتعرف عليهم اولا، بعرفهم بنفسي، انا فلان الفلاني او فلانه الفلانيه، طيب يا ريت كل واحد يعرفني بنفسه. فعلى حسب يعني دي مثلا مش عايزين نخليها يا جماعه ايه بشروط 1 2 3، زي ما قلنا على حسب ما انت ما بتدخلي المكان لقيتي في ناس موجودين بتعرفيهم بنفسك وهكذا. طيب قلنا ان المدرب يتعامل مع كل موضوع على حده، ينتقل من السهل للمعقد، يبدا بالمعروف بعد كده الشيء الجديد، يجعل المتدربين اكبر يستعملوا اكبر قدر من حواسهم الخمسه قدر الامكان. تمام؟ شجعهم خليهم يعني قووا فيهم هذه النقطه،
بمراجعة كل جزء من الدرس قبل انتقالك للجزء اللي بيليه، زي عملية ملخص. زي ما احنا مثلا نيجي دلوقتي ملخص في الجزء ده كذا كذا كذا. علشان كمان الناس اللي هي ما كانتش منتبهة او دخلت متأخرة يبقوا ايه معانا في الموضوع، فاهمين الدنيا بتدور حوالين ايه. ما تخافش لو ما كانش عندك اجابة لسؤال، لا انت ما كانش عندك اجابة لسؤال، دي كلها امور عادية يا جماعة. احنا قلنا ده عمل اري، مش كون ان انت لازم تكون البيج بوس اللي فاهم كل حاجة في كل حاجة. هو طبعا المفروض زي ما قلنا الواحد في عامة ملم بقدر في الموضوع. طيب وليكن ان انا حاجة زي كده ما توقعتهاش، يعني هو سأل سؤال بعيد عني شوية، مفيش مشكلة ان شاء الله يا جماعة، ان شاء الله يا فندم هرد على حضرتك المرة اللي جاية. او لو دي اخر محاضرة مثلا او حاجة، طب انا ممكن ارسلك على الايميل. طب انا ممكن مثلا نسأل المجموعة معانا يا ترى افكارهم وارائهم ايه، ممكن ده يولد عندي اجابة من خلال ما انا ما بسمع الناس، لما بسمع اجاباتهم. تمام؟ فزي ما قلنا ما تخافش حد سألك سؤال وانت مش هيعرفه، حاول ان انت تسأل الباقيين، باقي المشاركين، ممكن تكون عندهم اجابة. لو انت ما حصلتش على اجابة زي ما قلت لكم هتقول له مثلا ان انت ممكن تراسله، ممكن ان انت ترد عليه في يوم تاني وهكذا. اهم حاجة يا جماعة ان انت كمان ما تكذبش، ما تفتيش، يعني مثلا ما تبقاش انت مش عارف اجابة السؤال وتقعد تفتي فيه، تقول له لا ده انا عارف كذا 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 ده. تمام؟ والا صورتك هتتهز قدامهم، صورتك هتتهز قدامهم. مثلا النهارده حصل موقف في المسجد متعلق بالفتي والكذب والكلام ده كله. كانت يعني هي واحده دخلت في بعد ما صلينا، فقالت ايه يا جماعه كله استنى، انا واحده من الازهر وايه ويعني هقول لكم يعني هقول لكم حديث. تمام؟ مفيش مشكله. قلت ما اقعد ايه اسمع اشوف هتقول ايه. فللاسف يعني زي ما طلعت لقيتها بتقول حاجات يعني حاجات غير صحيحه. فانا بكلمها بقول لها يعني ايه ممكن بس اسال حضرتك سؤال، يعني حضرتك تاكدتي من صحه ما تقولينه للناس؟ فقالت لا 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 لا، انا اللي معلمني انا بأحاجي علماء كبار في الازهر، محدش يقدر يرد عليا. انا اللي معلمني بقى مش معلمني بقى كبار العلماء ولا الناس دول، انا اللي معلمني اللي اكبر من دول، انا معلمني الرسول عليه السلام. لا اله الا الله. قلت ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب، ربنا يزيدك من معلمه. ولكن قلت لها والله قلت لها بصي مفيش حد كبير على العلم، فحضرتك ان شاء الله هتيجي الجمعه اللي جايه؟ فقالت لي اه ان شاء الله. قلت لها خلاص ممكن حضرتك ترجعي كده للصحاح، صحيح بخاري وصحيح مسلم، وحضرتك تتاكدي من صحه هذا الحديث، معلش يعني ريحيني وردي على الناس المره الجايه. قالت لا 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 لا، انا من الاشراف، انا من سلاله النبي عليه الصلاه والسلام، وانا بشوف النبي من وانا عندي 6 سنين والكلام ده كله. قلت لها معلش يعني ريحيني، خلينا ماشيين ايه برضو كده نشوف. لا 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 لا، انا ما برجعش الكتب، انا مش عارف ايه، سبحان الله. قلت لها طب ماشي شكرا، طب استاذن انا بقى علشان عارفين يعني لا ايه تقبلي حتى ان هي تكون ان انت مخطئه او اللي انت بتقولي لي، علشان بس شايفه الناس اللي قدامك مثلا ما فيش حد بيحاجيكي او حد بيقول لك لا لا اللي انت بتقوليه ده غلط. يعني ايه تضليل الناس، وخصوصا بقى لما بتبقى بتقول حاجه بتشدد على الناس، وسبحان الله ولن يشدد دين احدا الا غلبه فسددوا وقاربه. يعني يا رب سبحانه وتعالى يعني جعل لنا الدين يسر مش عسر، علشان الناس تبقى فعلا بتحب الدين، تحب الاسلام، تحب كذا. لكن لما انت تصعب انت كده بتنفر الناس من هذا الدين. فالمشكله في الغلظه، ان هي كمان دخلت داخله بغلظه، يعني الاسلوب نفسه اسلوب شديد، مع الاسف كمان ان الكلام خطا. طيب يبقى يا جماعه بلاش
فتي بلاش نعمل بالعريب ما نكذبش الكلام ده كله. سبحان الله انا راح عند دماغي بس حاجه كنت عايزه اقولها لها، بس الحمد لله يعني راح عند دماغي ان انا ايه ان انا اقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، دي راحت عند دماغي وقتها بصراحه. ولكن يعني ما يحكموا عليا ضميري يعني عشان برضو ما تضللش الناس تاخد هذا الكلام منها وتطبقه عندهم فتبقى كده يعني. طيب استعمل الوسائل البصريه كل ما امكن ذلك لانها اكثر فعاليه من التحدث بدون صوره، يعني لما بيبقى في صوره قدام الناس بتسهل عليهم عمليه الفهم اكتر. برضو ممكن استعمال رسومات، بيانات، خرائط، رسم لو الدوره محتاجه ذلك. ان انت تتوقف من وقت لاخر علشان تعرف راي المشاركين اسالهم مثلا كم واحد فيكم ما يحاول ان هو يقوم بهذا العمل مثلا، لان سؤال جن عن رايهم بمثابه التغيير المقبول في ايقاع الدرس بيبدك انت كمدرب بمعلومه مفيده. كرر الاسئله، عيد صياغتها، مثلا سالت السؤال مثلا في مجموعه مش فاهم، عيد صياغه السؤال بطريقه ثانيه، ممكن يكون مثلا حد ما سمعش وهكذا. غير من ايقاع الدرس ووسائل العرض علشان تبقى على الرغبه بدرجه عاليه. يعني ايه؟ اعمل عمليه شد انتباه ليهم. تمام؟ عشان الناس حتى ما تنامش منك ما تبقاش بقى دخلت في اسلوب المحاضرات الاكاديميه، يعني حاولوا يا جماعه تبعدوا، شفتوا التعب قد ايه في موضوع المحاضرات الاكاديميه، والكل جرب وشاف ان ثلاث ارباعنا بيبقى نايم في قلب المحاضره، فحاولوا ان انتم تبعدوا عن هذا الاسلوب. ان نقطه الانتباه بالنسبه للكبار بتستمر حوالي 7 دقائق، علشان كده حاول تغير من ايقاع المحاضره بتاعتك او سير المحاضره. وسيله العرض، حاول ان انت ايه تعمل عمليه بين مهام الفريق او ان انت تقسمهم من الفرق، ان انت تعمل تكليف فردي لاي شخص فيهم وهكذا. ده كله بيعمل عمليه ايه؟ اعاده للدرس اللي انت بتشرحه وهكذا. استخلص المعلومات من المجموعه كلها ما امكن ذلك، يعني ان مشاركه المستمعين بتضفي تغيير في سرعه الايقاع. برضو ده بيؤكد طريقه عمليه. انتبه للغه الجسد بالنسبه للمتدربين، ردود افعالهم تجاهك وتجاه البرنامج، ايه اللي ظهر على وشهم، ملامح وشهم، ايه اللي ظهر عليه، سأم، ملل، ولا بهجه وفرح ومسرورين بالمعلومات اللي بيسمعوها وبيتلقوها. لاحظ كميه كتابه النقاط بين المشاركين، ده مؤشر جيد لاندماج المشاركين معاك، ولا كله مطنش ومفيش حد بيأيد اي حاجه. ما تفسرش برضه عدم المشاركه على انه مقاومه. بعض الناس بتبعهم مش بيتكلموا كتير، ربما ان هم يكونوا محرجين، ربما مثلا ممكن تكون في العثمه في لهجتهم او في لسانهم فبيتحرجوا ان هم يتكلموا. بالظبط احترام المتدربين بعدم تسفيه ارائهم، طبعا ده طبعا شيء مهم جدا. صح بالظبط يا اسماء، ممكن يكون هم طبعهم انطوائيين، مش بيحبوا المناقشه والكلام. تجاهل اثناء فترات الراحه، انضم لكل مجموعه لوقت قصير كده، شوف بيعملوا يعني عاملين ايه، لاحظ التفاعل والمشاركه لكل مشارك. مش جامد في مكان واحد، انت تفضل واقف في مكان واحد على الستيج ما تتحركش منه. طيب التحرك من مكان لاخر ده بيسمح بتلاقي النظر، بتلاقي النظر مع كل مشارك، وبيديك مؤشرات جيده واتجاهات المشاركين. يبقى لابد يا جماعه ان احنا نحط نضع بعين الاعتبار كل هذا الكلام. طيب في نهايه التدريب بقى، في نهايه التدريب اترك وسائل التواصل المتاحه لديك، ايميل، فيسبوك، رقم التليفون ايه امكن. الجلسة الختامية برضه يا جماعة، الجلسة الختامية لو لم
إنهاء البرنامج بالشكل المناسب، المتدربين هيغادروا الدورة بإحساس غير مريح، كأن التدريب لم يكمل بالنسبة لهم. يعني طيب إنهاء التدريب ممكن ما بياخد أحد أشكال، ممكن ما بياخد شكل نشاط ختامي بيتم التفكير في نشاط يمكن المشاركين إن هم يطبقوا في المعارف والمعلومات اللي هم أخدوها، زي مثلا ما احنا هنعمل دلوقتي إن شاء الله المشروع بتاع حضراتكم ده اسمه نشاط ختامي، أو عملية تقييم نهائي بيتم تقييم الدورة بناء على التوقعات المشاركين وأهداف الدورة. وتقييم الدورة الهدف منه هو تقييم ردود فعل المشاركين تجاه الدورة التدريبية، وده أمر هام لمعالجة الأخطاء وتحسين الأداء في المستقبل. كل هذه الأشياء يبقى قلنا في نهاية التدريب أن تترك وسائل التواصل المتاحة لديك، والجلسة الختامية لابد أنها تكون جيد. طيب تسمحوا لي أختم بقصيدة الجلسة الختامية بتاعتي. طيب دي المراجع اللي أنا رجعت لها في تحضير الدورة بتاعتي. السلام على أهل الهمة، فهم صفوة الأمم وأهل المجد والكرم، طارت بهم أرواحهم إلى مراقي الصعود ومراتب الخلود، من أراد المعالي هان عليه كل هم، لأنه لولا ونصوص الوحي تناديك، سارع ولا تلبث بناديك، وسابق ولا تمكث بواديك، اطلب دائما وما عليك، فإن موسى لما اختصه الله بالكلام قال رب أرني أنظر إليك، تريد المجد ولا تجد، تخطب المعالي وتناوم الليالي، ترجو الجنة وتفرط في السنة، قام رسول صلى الله عليه وسلم حتى تفترت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع وهو العبد الأواه، وأدميت عقباه بالحجارة وخار نفسه كل غارة، يدعى أبو بكر من الأبواب الثمانية لأن قلبه معلق بربه كل ثانية، صرف للدين أقواله وأصلح بالهدى أفعاله، وأنفق في سبيل الله أمواله، هاجر وترك عياله، لسع عمر المرقع وتأوه بذكر الموت وتوجع، وأخذ الحيطة لدينه وتوقع، عدل وصدق وتهجد، وسأل الله أن يستشهد، فرزقه الله الشهادة في المسجد، عليك الجد إن الأمر جده، وليس كما ظننت لا همت، وبادر فالليالي مسرعات وأنت بمقلة الحدثين نمت، أخرج من سرداب الأماني يا أسير الأغاني، وانفض غبار الكسل واهجر من عز، فكل من سار على الدرب وصل، نسيت الآيات وأخرت الصلوات، وأذهبت عمرك السهرات، وتريد الجنات، ويلك والله ما شبع النمت حتى جد في الطلب، وما ساد الأسد حتى وثب، الحمامة تبني عشها، والعنكبوت تهندس بيتها، والضب يحفر مغارة، وأنت لك مدة ورأسك على المخدة، احرص على ما ينفعك لأن ما ينفعك يرفعك، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المنيف، وينال المجد الشريف، صاحب الهمة ما يهمه الحر ولا يخيبه القر ولا يقلقه المر، لأنه تدرع بالصبر، صاحب الهمة يسبق الأمة إلى القمة، عمي بعض المحدثين من كثرة الرواية، أكل ولا مل حتى بلغ النهاية، مشى أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء، وأنت تفتر في حفظ دعاء، ووضع ابن تيمية في الزنزانة فبرز بالعلم زمانة، اعلم أن الماء الراكد فاسد لأنه سافر ولم يجاهد، ولما جرى الماء صار مطلب الأحياء، بقيت سطح البحر الجيفة لأنها خفيفة، وسافر الدر إلى قاع البحر فوضع من التكريم على النحر، فكن رجلا رجله في الثرى
وهامت همته في الثريا: يا كثير الرقاد، أما لنومك نفاد؟ سوف تدفع الثمن يا من غلبه الوسن. تظن الحياة جلسة وكبسة ولبسة وخلسة، بل الحياة شريعة ودمعة وركعة ومحاربة بدعة. الله أمرنا بالعمل لينظر عملنا، فالحياة عقيدة وجهاد وكفاح وبر وفلاح. لا مكان في الحياة لأكول كسول، ولا مقعد في حافلة الدنيا لمخزول، في حافلة الدنيا لمخزول. ابدأ في طلب الأجر من الفجر بقراءة وذكر ودعاء وشكر، لأنه انطلاق الطير من وكورها. ولا تنسى: بارك الله لأمتي في بكورها. العلم في الحركة كأنه شركة، وقلبك خرب كأنه خشب. الطير يغرد والقمر يشد، والماء يتمتم والهواء يهمهم، والأسود تصول والبهائم تجول، وأنت جثة على الفراش، لا في أمر عبادة ولا معاش. نائم هائم طروب لعوب أكول كسول، ولا تقل الصبا فيه اتساع، وفكر كم صبي قد دفنت تفر من الهجير وتتقي، فهلا من جهنم قد فررت. أنت تفتر والملائكة لا يفترون، وتسأم العمل والمقربون لا يسأمون. بما تدخل الجنة؟ هل أوذيت في نص السنة؟ فانفض عنك غبار الخمول يا كسول، فبلال العزيمة أذن في أذنك فهل تسمع؟ وداعي الخير دعاك فلماذا لا تسرع؟ لا بد للهمم الملتهبة أن تنال مطلوبها، ولا بد للعزائم المتوسبة أن تدرك مرغوبها. سنة لا تبدل وقضية لا تحول، سوف تأتيك المعالي إن أتيت. لا تقل سوف، عسى، أي، وليت. كل المتخلفين قعدوا مع الخالفين، لأن المنازل العالية والأمان الغالية تحتاج إلى همم نوارة وفتكات جبارة لينال المجد بجدارة. وكل الكسول النائم والثقيل الهائم، امسح النوم عن عينيك واطرد الكرى من جفنيك، فلن تنال من ماء العزة قطرة، ولن ترى من نور العلا خطرة، حتى تثب مع من وثب وتفعل ما يجب وتأتي بالسبب. ألا فليهنأ أرباب الهمم بوصول القمم، فهبوا إلى درجات الكمال نساء ورجالا، ودربوا على الفضيلة أطفالا. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك ونخلصنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.